ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف أوتأتو، ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو النهاردة ان انا هوريكم الفلوج. انا اسف ان انا اتأخرت عليكم يوم، بس انا قلت لكم زي ما انتم عارفين ان هو هيظهر في العيد. الفلوج عبارة ان انا عبارة عن ان انا روحت حفلة تامر حسني اللي هي كانت في الساحل. يا جماعة ثانية اوريها، بصوا ثانية واحدة، دي التذكرة شايفينها ولا اهي؟ دي التذكرة يا جماعة، سيبكوا بقى مع الفلوج يا جماعة وان شاء الله يعجبكم. صح، وفي كمان فيديو هينزل ان شاء الله يعجبكم برضو بعد كده، انزل بعد الفيديو ده على طول. بس سيبكوا مع الفيديو. تامر يلا يا جماعة كل يرقص يلا عشان ده صور فلوج وانزله على اليوتيوب. طعمه مش عادي، بحبه مش بسكوتة، بحبه ده حدوتة، بحب ابوك منه، فاطمة واحدة منه، خلاني ارقص واغني، مش هو اللي دخلني، ما كبر ليش تخادي، يا ناس طعمه مش عادي، بحبه، بحبه، يا سيدي. صور فلوج الصوت كده مش هيطلع حلو، استنى شوية هحاول. خلاص خلاص صور، مش مهم انا عرفت اعمل ايه، هبقى اعملها في المونتاج. كان الفيديو اتمنى يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني جاي ومع السلامة.